قطعك. صار معنا عبر الهاتف النائب بلال عبد الله. صباح الخير دكتور بلال. صباح الخير استاذ رامز، تحيه لضيفك ولمشاهدينك، بعتذر عجلت عليك. صباح الخير دكتور بلال. بسيطه، صباح النور. خوفت الناس اليوم بتغريدتك اللي كتبتها على المطار انه راح يقفل ليلا. انا هدفي خوف غير الناس كنت. اوكي، بس هل هذه المعلومات يعني اكيد اليوم بانه بسبب المراقبين الجويين مثل ما ذكرت حضرتك؟ لا، هيدا قصة عديمة، وتصور يعني مش لازم يكون حدا بتفاجئ. انحكى سابقا أكثر من مرة إنه عندنا مشكلة بالرعاية الجوية وعندنا نقص موظفين، واستعانوا أكثر من مرة بالمتقاعدين، أوكي، وكبار السن ليغطوا هيدا الناس. وأنا هيك بالمصادفة امبارح التقيت بأحد الفنيين مسؤولين هذا الملف، وقال لي عندنا جزء من الشباب سافر عم بهاجر، الجزء الثاني قاعد مع الشعب بتحته تحمله. ففي تفكير جدي بوقف العمل الليلي للمطار وما يستتبع ذلك من خساره اكثر من ماديه، خساره معنويه. وقف العمل الليلي او كل ليله؟ وقف العمل الليلي عم بتقول دكتور عبد الله. ايه يعني الوقف الليلي يعني على طول ليلا بتصير بلا مطار بح. في توجه هيك لانه فرق الشباب تعطي أولوية للنهار، بتوقف الليل. لكن للأسف عندنا خيرة الشباب الكفؤين اللي عنده امتحانات مثل خدمة مدنية تقدموا ونجحوا ومرسومهم للأسف قابع بإحدى الأمكنة لأسباب طائفية. وين يعني عند رئيس أنت أشرت دكتور عبد الله إنه المرسوم واقف يعني وين عند رئيس الجمهورية؟ بتصور ايه صحيح عند رئيس الجمهورية، وللأسف انت كمان حضرت قديش في عنا عم بيكون حرائق بالأحراش بكل لبنان، وكمان ما مرسوم مأمورية الأحراش كمان قاعد هونيك. للأسف يعني هذا الموضوع موضوع الطائف اللي ضارب البلد من راسه لكعبه، جريان الأواني نحط له حد. ما فينا نستمر ببلد مثل لبنان نحط الاعتبار الطائفي امام اي مصلحه وطنيه اخرى. بس مسؤوليه مين اليوم؟ بنرجع بس على مساله المطار اليوم، ما شفنا امبارح وزير الداخليه جال على المطار، يعني مش مسؤوليه عند وزاره الداخليه اليوم؟ انا مش من نوع المزايد، وزير الداخليه شخص كفو وقادر يعطي. لا بمعزل هلا عن كفو، بس مسؤوليه مين؟ مسؤوليه وزاره الداخليه اليوم؟ لا انا عم بحكي موضوع ثاني، انا بحكي موضوع فني عم بلفت النظر له وعم دور يمكن في امور ثانيه بدها تضويت من شان المطار. وسمعت جزء من النقاش امبارح على الموضوع الصحي والبي سي ار واستقبال المرضى، وكان في شكاوى كثير للناس على 50 دولار، وبتصور وزير الصحه هيعالجها قريبا. بس على الاقل هذا موضوع حياتي، موضوع اذا بدك امن المطار المباشر وامن الناس وسمعت لبنان مرتبطه بتحديدا هيدي الوحده، وحده الرئابه. هن بلكي بده يخففوا هجره الشباب تحت اي اعتبار. هن بده يخففوا هجره لانه لا عم بخففوا هجره، بلكي هيك بيفتحوا لنا اياه بالنهار بس بخففوا هجره. يعني عندي جواب بس هلا حرصا على التهدئه العامه ما حجاوبك. محظوره. طب سؤال بما ان مداخلتنا حصرا معك بهالمساله، بس اليوم ممكن رئيس بموضوع الانتخابات اللي عم ناشه مع استاذ شمس الدين اليوم، ممكن رئيس الجمهوريه ما يمضي القانون الانتخاب، هل برايك حكما اذا ما مضى رح تطير المهل ونحن امام تاجيل الموعد اللي اتفق عليه هو 27 اذار؟ انا بعتذر على التليفون، ما عرفتش بضيفك فضيل الاستاذ محمد، بوجه له تحيه. الله يخليك دكتور. بلد نفس المنطقه. نحن مش نفس التفكير، بس نفس المنطقه حبيبي. اوكي، يحكمنا الفكر العلماني اذا بدك الوطني المتحرر. الله يخليك. عظيم. بدي اقول لك ايه استاذ رامز، يعني كان ملفت الاعتراض الاخوان بالتيار الوطني الحر على كل شيء، اعتراض على تقريب المهله واللي كانت مرتبطه بشهر رمضان، طلع بمقابل رمضان طلع فيه العلم الفلكي وعلم الطقس، اعتراض على موضوع تصويت اكاديميه مجلس النواب بمشاركه الاغتراب بالطريقه اللي تم التصويت عليها المره الماضيه، لانه واضح انه هذا كيف قطع بال 2016 17 موضوع ست نواب بالخارج وعلى اساس وضمن اي اليه ما حدا عارف. بجميع الاحوال الاصرار على شراكه الاغتراب في لبنان يجب ان تحكم المقاربه الوطنيه، مش مقاربه الاصوات والربح والخساره. عيب، هيدا معيد بحق لبنان، هودي الرئه اللي عم نتنفس من خلاله نحن وسنتنفس لاحقا. لا يجوز ان نتحدث عن هذا الموضوع
بخلفيه من سياخذ اصوات اكثر بهذا البلد او ذاك. هذا موضوع معنوي، موضوع وطني، ان شاء الله يسجلوا 50,000، ان شاء الله 100,000، 200,000، بغض النظر من سيربح من بالخارج. انا رايي الوطن باجمله سيربح مشاركه الاغتراب بالانتخابات، وبتمنى لانه سمعنا حتى بالجلسه يعني تلميحات الى طعن بالمجلس السوري وتلميحات الى نرسوم. طيب هذا كله مقدم شو لتطيير الانتخابات؟ اعتراض ضمني كيف وزير الداخليه ناقش هالموضوع يمكن ببدايته مسودته مع رئيس مجلس النواب، كان يناقشه بمكان اخر، للاسف بعدنا بهالدوامه عم نغلب احيانا الكيانيه. بس حكم تقديرك يعني، بس انا بدي اعرف انه المهل طارئت يعني، هذا كله مقدمه تطهير الموعد، الموعد 27 اذار؟ لا لا لا، نحن ضمن المهله الدستوريه، انتبه، 27 اذار نحن ضمن مهله الشهرين، ما في شيء اي تعديل ابدا. نحن عملنا تقريب، بس تقريب للمهل اللي كان محضر مع الوزير ثاني للثاني ايار، عم بحضر الوزير مولوي ل 27 اذار، بعدنا ضمن مهله الشهرين ما تغير شيء. بس عدلنا بالقانون المهل اللي موضوع لها عليها بالسجلات والاعتراضات والى اخره والى اخره، كلها ضمن المهله الدستوريه. عظيم. بموافقه وزير الداخليه، بموافقه وزير الخارجيه المعنيين بالملف الداخلي، ومع وزير الخارجيه المعني بملف الاغتراب. فما صار في اي اعتراض لهذا الموضوع، الحكومه قالت انها جاهزه لهذا الموضوع، وعد الرئيس ميعاتي انه حيتعب جهده من هون ل 29 اذار تكون كل الامور بالحد الادنى مامنه لمراكز الدستور على اخره. فما بفهم يعني هيدا التلويح بالطعن الدستوري والتلويح بالمرسوم، وكانه في موقف مسبق. باختصار باختصار دكتور عبد الله، قبل ما اختم معك، بس عندك قناعه انه في حدا يعني بنيته ياجل هذه الانتخابات؟ بعد ما سمعناه بالجلسه، بعد ما عم يتداول اليوم بموضوع رد القانون، اكيد حيردوا بطريقه معلله، ولكن مجلس النواب سيد نفسه حيناقشه ويثبت موقفه بالاكثريه، واضح بده ثلثين. بس انا هيدا بترتبوا على بعضهم استاذ رامز، بتعرف انه لا، في نوايه اتمنى ان لا تكون موجوده، لانه مطلب الانتخابات النيابيه اللبنانيه غير انه استحقاق دستوري داخلي. نعم. اول شيء هذا مطلب الشارع، الناس بالارض اللي نزلت 19 تشرين لهلا عم تقول لك خيي انت بالشرعي، فمطلوب منا نحن ومن غيرنا انه نثبت يا شرعيين او مش شرعيين، وخلي هالناس اللي موجودين وحابين يفوتوا على الحيط السياسي لازم يفوتوا، بدنا دم جديد، بدنا صوت معارض ضمن المجلس. اثنين والاهم، واضح كل المجتمع الدولي، يعني اول شيء المجتمع الدولي جزء منه كان يقول لك اعمل حكومه لنساعدكم، اعمل الحكومه مش عم بتساعدنا، ليش بدك تجتمع الحكومه؟ تمام، لنساعدكم. هلا صار بده يقول لكم خليها تجتمع هالحكومه لنساعدكم. انا بدي اشكرك دكتور بلال عبد الله على عليك. لا لا ولا يهمك، شكرا على هذه المداخله.